معكم جمال متوكيل عضو مجموعه المشاهب، والحمد لله راه المغرب كله كيعرفني، والجاليه المغربيه يعني في اوروبا في المغرب العربي في الخليج راه كيعرفوا هذا الانسان هذا. وكما قلت لك اخويا هذا الشيء قدر الله وما فعل ما شاء، ما عندنا ما نديرو، قدر الله هذا هو اللي كاين. ربي يرحمنا بالخيرات ديالو، ولكن جات هذه الفاجعه ديال هذاك راه ما عندنا ما نديرو. انا من المتضررين انا والوالده، عندي الدار الوسط حتى هي راه الى السقوط، راه خرجنا البارح وكاين هذا المنزل اللي كتشوفوا قدامكم، حتى هو مساكن مواليه، حتى هما راه خرجوهم راه كيريبوا فيه، ولكن هذا راه في مصلحه. اللهم تجي في الخسائر يعني الماديه، ما تجيش في الخسائر الارواح ديال الناس. جا عندنا السيد الباشا البارح، السلطات المحليه ودوا معنا وجابوا خبير وداروا البودرات، لان السقف ديال السطح طاح الدار الوسطانيه وكان غيطيح علينا، وكالوا بدوك البودرات من التحت ومن الوسط. وسيد الباشا قال لك راه خطر عليكم هذا الشيء، خصكم تخرجوا داك الشيء وباتي نديروا حل. ومتتنا الاوامر ديالهم، عندنا ما نديروا، باقي ما كاين والو. دابا خويا الا قلت لك شي حاجه غادي نكذب. الرجاء في الله وفي سيدنا الله ينصرو، هذا هو اللي كاين. الا قلت لك شي حاجه ديال نتمناو خير. انا بالنسبه لي انا كنخرج نخدم في المدينه ونرجع، انا كنت في جديده وكنجي ونخدم ونجي نشوف الوالده ونجي، والاستقرار ديالي راه هنا في الدار اخويا، هذا هو اللي كاين. باقي ما نقدر نقول لك والو، حنا البارح خرجنا بالاوامر ديال السلطات المحليه، وهما انتم كتشوفوا هاد الناس تما هما كيهدموا المنزل ديالهم. ولكن ولدي باش نقول لك شي حاجه، ما خديت ولا ضمانات لا والو، لا باقي ما كاين والو، باقي ما خداو لي فوتوكوبي ديال لي كارت ديالي وديال الوالده وديال اختي. سميت هذه